بالنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها يوم الثلاثاء اضطراب جوي مرفوق بأمطار احتمالا تكون معتبرة وخاصة على المناطق الغربية وحتى الوسطى هبوب رياح قوية نسبيا بالنسبة للسواحل الشرقية وحتى المناطق الغربية مع تساقط للثلوج بالنسبة لقمم المرتفعات الداخلية الشرقية درجات الحرارة القصوى ستشهد نوعا انخفاض وخاصة على الولايات الداخلية مقاييس ما بين 10 درجات إلى 21 درجة بشمال الوطن 24 بشمال الصحراء 34 بأقصى الجنوب الجزائري يوم الأربعاء سيتوصل الاضطراب الجوي الذي يبقى دائما مرفوق بأمطار احتمال أن تكون رعدية بالولايات الوسطى لكن هذه المرة ستمتد إلى شمال الصحراء لكن الأجواء مشمسة تماما بمنطقة الواحات ومنطقة الجنوب الشرقي للوطن وصولا إلى أقصى الجنوب سيكون في استقرار لدرجات الحرارة القصوى يوم الخميس بحول حوله أمطار في الموعد هبوب رياح قوية نسبيا بالنسبة للمرتفعات الداخلية لكن الأجواء غائمة جزئيا بالنسبة للولايات الشرقية سواء بالنسبة للسواحل وحتى الولايات الداخلية صفاء تام ستشهده إذن أغلب المناطق الصحراوية